نهاية حلقة اليوم هي مع أنتوني توما اللي قبلناه مؤخراً وتحدث عن آخر نشاطاته بهالريبورت. Sur la place toute la nuit, à regarder les étoiles. Je m'appelle Anthony Touma. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Je suis né à Paris. For fun it is, for fun it is, I'm put on the side. But those days when she's in the man, her schemes and plans. J'habite à Beyrouth, au Liban. Life is coming true. اكسبيرينس كانت كتير حلوة، كانت صعبة بأوقات أو خصوصا أول شيء لو كنت لحالي بفرنسا وما بعرف حدا وعشت بسازمة كاري وكانت شوي خبصة. تعلمت كتير قصص منها وفادتني لكتير أشياء والعالم تعرفوا علي اترافير سات إميسيون. خلصنا التور، كانت آخر دات هون بلبنان بجونيا، كانت كتير كتير حلوة، كان عملنا 30 دات بكل فرنسا وآخر دات خلصنا كل التور هون يعني بلبنان، فكان كتير حلو. اليوم مديت مع يونيفرسال فرنس وكتير مبسوط اني مديت معهم لانه نمبر 1 بكل يوروب، وهلا عم حضر الالبوم تبعي اللي انا رح اكتبه ميوزيكلي كله وسنجل بتطلع شهر الجاي ان شاء الله. هو رح يكون البوم بين 10 و13 اغنيه، رح يكون 3 ارباعه بالفرنساوي، يكون في غنيتين او 3 بالانجليزي. الستايل هو الاكوستيك يعني مانو شيء الكترونيك كوميرشال مثل ما انا بحب اعمل، دي فريز انسترومون وموسيقى حلوه اكيد قصص عشتها، ما بكتب شيء عن قصص ما عشتها. بعتبر حالي انطلقت من هون وكتير مبسوط بهذا الشيء، وبفرنسا كتير حلو اصلا الدعم تبع الفرنساوية مثل ما حلو الدعم تبع اللبناني. وقت ارجع لهون عملت بيروت سو، عملت ميس ليبان، هلا عم بعمل سهرة ماشي دياسو، الحمد لله. بدي لهم ميرسي لانه لو ما منكم ما كنت وصلت للي وصلت له اليوم، وبدي اقول لهم خليكم معي لانه جاي بعد كثير قصص وهلا بلشت يعني الكارير وهلا بلش انا كنت بحلم اعمله من انا وصغير. معكم أنتوني توما، تابعوا كل اخباري على انتاتش على LBCI. لهون بتكون انتهت حلقة هالأسبوع من انتاتش، ما تنسوا تلاقونا بجولة جديدة على عالم الموسيقى السينما والفاشن بالحلقة الجاية. Keep in touch and bye for now.